بذريعة الحفاظ على البيئة، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن مشروع جديد يستهدف سهل البطوف في الجليل بتحويله إلى منطقة بيئية ستحرم مزارعي 6 قرى فلسطينية تعيش حوله من كل أمل في أي مشروع مستقبلي يمكن أن يطور الزراعة في هذه المنطقة. الهدف الأكبر من هذا هو أن يبعد المزارع عن أرضه، وبدأوا بهذه العملية منذ قيام الدولة، قبل قيام الدولة نصف أراضي سهل البطوف كانت بملك سكان ومنطقة نفوذ عرابي وسخنين، واليوم لا يوجد أي متر من هذه المنطقة في منطقة نفوذ عرابي وسخنين. تجربة سكان القرى المحيطة بالسهل مع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تعزز يقينهم بشأن المطامع بهذه الأرض الخصبة التي ما زالت تعطي خيراتها لزارعيها رغم حرمانها من الماء الذي يجري عبرها ليروي أراضي المستوطنات الإسرائيلية في النقب، والهدف التضييق على المزارعين لدفعهم إلى ترك أرضهم. الأرض شيء أساسي في حياتنا، إحنا الفلاحين على الأخص اللي اشتغلوا بالفلاحة كل الوقت وبعرفوا شو قيمة الأرض، حتى لو إنه يعني بربحش منها لكن أنا برتاح إليها. هذا حال سكان هذه القرى حول سهل البطوف، حيث تسعى السلطات الإسرائيلية للاستيلاء على أرضهم وتحويلهم إلى أيد عاملة رخيصة في المستوطنات. أخصب أراضي فلسطين التاريخية تعطش لدفع فلاحيها إلى هجرانها، فغدا حالها كقول الشاعر: كالعيس في الغيداء يقتلها الظما والماء على ظهورها محمول. نضال كناعني، سكاي نيوز، سهل البطوف.